اسمعوا يا اهل البلد، الست انيتا واقفه، تعالوا نروح لها. ازيك يا انيتا؟ ازيك يا وشك بقى احمر اكتر من الاول. مش بايدي اصل، لما الجو بيبقى حر وشي بيحمر. الجو حر قوي النهارده. ازيك يا هابو؟ ازيك يا سحيويا؟ اهلا وسهلا. ايه ده، وشك احمر قوي، ده زي ما يكون في حاجه فيقعت في وشك. هي الانبوبه بتاعتكم فيقعت ولا حاجه؟ لا، اصل عندي حساسيه من الشمس وبتزيد مع الحر الشديد. ولا الكريمات ولا التلج بيعملوا معاه اي حاجه. خبر ايه اللي عايز تقوله لنا؟ انا هقولك، اسمعي مني يا ام وش محيوق. قصدي اسمعي يا ست شحيويه. يا اهل كامبوي، الايصاد الجويه بعتاني عشان اقول لكم ان الثلاث ايام اللي جايين دول هيبقوا حي فظيع جدا، والشمس هتبقى سخنه وبتلسع، والحكومه بتقول ما تطلعوش من بيوتكم والا هتولعوا وتتحرقوا وتفقفقوا، او يجي لكم ضيبه شمس وتعيوا وتقعدوا. عايز الحاضي يبلغ الغايب ان درجه الحراره اكتر من 50، والشمس هتبقى عموديه وفوقكم على طول.